أمريكا تصدر بيانا تحذيريا حول سد النهضة وتوجه طلبا لمصر والسودان وإثيوبيا وتحرك عاجل من الرئيس السيسي لفرنسا. ننشر لحضراتكم التفاصيل وعاجل تدريبات بحرية كبيرة وهامة جدا مصرية بمشاركة 12 دولة وتحركات الرئيس السيسي ومصر لوقف العنف في غزة. أنشر لحضراتكم التفاصيل وعاجل السعودية تصدر تنبيها للمواطنين الراغبين في السفر إلى مصر وقطر تتصل بمصر في ظل التصعيد الأخير. ننشر لحضراتكم التفاصيل. صلوا على الحبيب محمد. قبل ما نبدأ في تفاصيل الأخبار ما تنساش تدعمنا بالضغط على زرار اللايك والاشتراك الأحمر أسفل الفيديو. عاوزين نوصل 2000 لايك على هذا الفيديو. لو انت وطني وبتحب بلدك فجر التعليقات بكلمة تحيا مصر وانتوا وطنيين وقدها. نبدأ بتفاصيل اول خبر مهم جدا معانا وعاجل تدريبات بحرية كبيرة وهامة جدا مصرية بمشاركة 12 دولة. انطلق في عرض السواحل الشمالية التونسية التمرين البحري متعدد الاطراف فينيكس اكسبريس 21 بالتعاون مع القيادة الأمريكية لإفريقيا، وتشارك في التمرين الذي تستضيفه تونس من 16 ل 28 مايو الحالي 4 بواخر عسكرية تابعة لجيش البحر التونسي و5 بواخر عسكرية أجنبية و 130 ضابطا ينتمون ل 12 دولة إلى جانب الدولة المضيفة وهي الجزائر ومصر وليبيا والمغرب موريتانيا وأمريكا وإيطاليا وإسبانيا وبلجيكا والمملكة المتحدة واليونان ومالطا. ووفق بلاغ لوزارة الدفاع التونسية يتضمن التمرين تدريبات متقدمة لفرق الطلائع البحرية والقوات الخاصة، ويهدف إلى تدريب البحريات المشاركة على قيادة وتنفيذ عملية بحرية مشتركة لمقاومة الأنشطة غير المشروعة بالبحر وتطوير مهارات العسكريين من خلال تبادل الخبرات فيما بينهم. وقال الكابتن هاري نايت مدير تمرين فينيكس إكسبريس 2021 إن الهدف من مثل هذه التدريبات هو التأكد من قابلية التشغيل بين الشركاء في العمل من أجل زيادة الأمن البحري والحفاظ على التجارة العالمية. وأضاف أن التمارين البحرية ستسمح بتنمية المهارات مع الشركاء الإقليميين. وكانت تونس وأمريكا نظمتا تمرينا بحريا مشتركا في يناير الماضي وفي 6 يونيو الجاري، ولأول مرة منذ 25 عاما زارت وحدة تابعة لخفر السواحل الأمريكية تونس ضمن تعزيز العلاقات بين أمريكا وتونس. طبعا زي ما قلت لحضراتكم التدريب ده هيضم يعني تقريبا دول شمال إفريقيا، مصر وليبيا والجزائر والمغرب وموريتانيا وبعض الدول الأوروبية. وأترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. لو حضرتك جيت للجزء ده من الفيديو ياريت ما تنساش تدعمنا باللايك والاشتراك في القناة. ويلا ندخل على الخبر التالي. ننتقل لخبر آخر معانا في منتهى الأهمية وكان صدر يعني منذ يوم أو يومين، وأمريكا تصدر بيانا تحذيريا حول سد النهضة وتوجه طلبا لمصر والسودان وإثيوبيا. هنشرح لحضراتكم تفاصيل وأبعاد هذا الخبر. وزارة الخارجية الأمريكية أصدرت بيانا حول نتائج زيارة مبعوثها الخاص للقرن الإفريقي فيلتمان إلى مصر والسودان وإثيوبيا. الخارجية الأمريكية قالت في بيان ليها أن فيلتمان أكد على التزامه بالعمل مع الشركاء الدوليين لإيجاد حل للقضايا الإقليمية الهامة بما فيها الخلافات حول سد النهضة الإثيوبي والنزاع الحدودي بين الخرطوم وأديس أبابا، حتى لا يتم تقويض التقدم الذي تم إحرازه في السودان منذ اندلاع ثورة ديسمبر. البيان أضاف أن فيلتمان ناقش مع قادة مصر والسودان وإثيوبيا مخاوف السودان ومصر المائية تجاه سد النهضة وسلامته والتوفيق بين احتياجات إثيوبيا التنموية ومصالح مصر والسودان. المبعوث الأمريكي للقرن الإفريقي ناقش مع قادة مصر والسودان وإثيوبيا استئناف المفاوضات تحت رعاية الاتحاد الإفريقي واستئناف على وجه السرعة بناء على إعلان المبادئ الموقع عام 2015، مؤكدا أن الولايات المتحدة ملتزمة بتقديم الدعم السياسي والفني لتسهيل التوصل إلى نتيجة ناجحة للمفاوضات. البيان اختتم بأن المبعوث الأممي سيعود إلى المنطقة مرة أخرى لمواصلة الجهود الدبلوماسية المكثفة لحل الخلافات في المنطقة
نيابة عن الرئيس الأمريكي جو بايدن ووزير الخارجية بلينكين. هذا البيان الأمريكي فيما معناه إن يجب على مصر والسودان وإثيوبيا أنهم يقعدوا على طاولة المفاوضات ويعني يتناقشوا ويتبحثوا ويوصلوا الحل قبل الملء الثاني لسد النهضة. ويعني فيما معناه هذا الكلام إن أمريكا عندها علم يعني بأمور ستحدث. وقال برضو في بيانات أخرى إن الأيام القادمة لو ما فيش وصول لحل في قضية سد النهضة شعوب المنطقة هيبقى في قلق في المنطقة وهيأثر على شعوب المنطقة. هذا كان كلام الخارجية الأمريكية. وفيما معناه إن مصر لن تسمح بأن أحد يمس حقوقها المائية. أمريكا عارفة الكلام ده وبتقوم بإصداره من الخارجية الأمريكية. فيجب التوصل لحل قانوني وملزم من جانب الدول الثلاثة عشان ما يبقاش في حالة من عدم الاستقرار في المنطقة ويؤثر على شعوب المنطقة. وأعتقد في رأيي الشخصي أن هذا البيان الأمريكي يخدم مصالح مصر ورؤية مصر. وأترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل لخبر آخر مهم معانا، وتحرك عاجل من الرئيس السيسي لفرنسا. وتوجه الرئيس السيسي إلى العاصمة الفرنسية باريس للمشاركة في كل من مؤتمر باريس لدعم المرحلة الانتقالية في السودان وقمة تمويل الاقتصاديات الإفريقية. وسيشارك الرئيس السيسي في المؤتمرين 17 و18 مايو، وذلك تلبية لدعوة الرئيس الفرنسي ماكرون في ضوء العلاقات الوثيقة والمتنامية التي تربط بين مصر وفرنسا، فضلا عن الدور المصري الحيوي لدعم المرحلة الانتقالية في السودان على الصعيدين الإقليمي والدولي. الرئيس السيسي يعتزم خلال أعمال مؤتمر دعم المرحلة الانتقالية في السودان التركيز على أهمية تكاتف المجتمع الدولي لمساندة السودان خلال المرحلة التاريخية الهامة التي يمر بها، واستعراض الجهود المصرية الجارية في هذا الأمر على مختلف المستويات الاقتصادية والسياسية والأمنية. وخلال أعمال قمة تمويل الاقتصادات الإفريقية سيلقي الرئيس السيسي الضوء على مختلف الموضوعات التي تهم الدول الإفريقية فيما يتعلق بأهمية تعزيز الجهود الدولية لتيسير اندماجها في الاقتصاد العالمي بما يساهم في تحقيق نمو اقتصادي في مواجهة تداعيات الجائحة، وكذلك تيسير نقل التكنولوجيا للدول الإفريقية ودفع حركة الاستثمار الأجنبي إليها. طبعا هيكون في مباحثات بين الرئيس السيسي والرئيس الفرنسي، وطبعا هيناقشوا عدد من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك ما بين مجالات اقتصادية وما بين مجالات تجارية واستثمارية. والمصدر معانا كان من صحيفة الأهرام المصري. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر الهام. ننتقل لخبر آخر معانا، وقطر تتصل بمصر في ظل التصعيد الأخير. ووزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أجرى مكالمة هاتفية مع نظيره المصري سامح شكري، بحثا خلالها تطورات الوضع الفلسطيني في ظل التصعيد الأخير. جاء في البيان لوكالة الأنباء القطرية أن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية أجرى اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية في جمهورية مصر العربية، وجرى خلال الاتصال استعراض علاقات التعاون الثنائي وتطورات الأوضاع في فلسطين. وكان شكري أعلن في وقت سابق خلال جلسة طارئة عقدها مجلس الأمن الدولي أن التصعيد الأخير للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي بدأ مما وصفه بأنه عملية تهجير ممنهجة جرت في حي الشيخ جراح بالقدس. وشدد شكري على أن السلام في الشرق الأوسط لا يمكن تحقيقه دون حل عادل للقضية الفلسطينية. المصدر معانا كان من قنا وآرتي. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر الهام. انتقل لخبر آخر معانا في منتهى الأهمية، وتحركات الرئيس السيسي ومصر لوقف العنف في غزة. الرئيس السيسي أكد على ضرورة وقف العنف والقتال في قطاع غزة بشكل عاجل، شدد على أن مصر تعمل دائما على تحقيق ذلك. الرئيس السيسي قال في تصريح صحفي بمقر إقامته في باريس: الوضع الحالي يحتاج بصفة عاجلة جدا وبمنتهى الوضوح عودة الهدوء، وقف العنف والأعمال القتالية كليهما. الرئيس السيسي أضاف: نحن نبذل جهودا دائما في هذا الإطار
والأمل دائما موجود، وهو الآن يتمثل في أن على كلنا أن نتحرك لإنهاء حالة العنف. طبعا زي ما حضراتكم عارفين أن في صراع بدأ منذ 8 مايو بين الكيان الصهيوني وفلسطين، والاشتباكات دي بدأت في منطقة الحرم القدسي الشريف وحي الشيخ جراح في القدس، حيث ينفذ الكيان الصهيوني إجراءات لطرد عائلات فلسطينية من منازلها، الأمر الذي ردت عليه الفصائل الفلسطينية باستهداف أراضي سيطر عليها الكيان الصهيوني بهجمات صاروخية. المصدر معانا كان من RT، وربنا يا رب ينصر أهلنا في القدس المحتلة. وأترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل لخبر آخر معانا، وعاجل السعودية تصدر تنبيها للمواطنين الراغبين في السفر إلى مصر. نشرت السفارة السعودية في القاهرة توضيحا بشأن شروط سفر مواطني المملكة إلى مصر. السفارة قالت في بيان صحفي نشرته على تويتر بمناسبة اعتماد سريان رفع سفر المواطنين إلى الخارج السعودية، إنها تنبه على القادمين إلى مصر بأن هناك 3 شروط يجب الاستجابة إليها. السفارة ذكرت أن هذه الشروط تشمل أولا دفع رسوم تأشيرة الدخول بما يعادل 25 دولارا أمريكيا عن كل شخص، وثانيا أن يكون لدى المواطن تحليل PCR من معامل معتمدة من قبل وزارة الصحة لا تتجاوز 72 ساعة من موعد الرحلة لمن هم فوق 8 سنوات فأكثر، وثالثا ألا يعتد بالجواز الصحي لدى مطارات جمهورية مصر العربية. وسبق أن أعلنت وزارة الداخلية السعودية أن حكومة المملكة قررت رفع تعليق سفر مواطنيها إلى الخارج، والذي تم فرضه بسبب الجائحة اعتبارا من 17 مايو. المصدر معانا كان من RT، وأترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. جينا لنهاية نشرة الأخبار. كان معكم عبد الله الفقير إسلام الأمير من قناتكم وصفحتكم على الفيسبوك إسلام الأمير مصر ميديا IEB، وعلى اليوتيوب مصر ميديا IEB. إن شاء الله أشوفكم في فيديو جديد وقريبا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.